هذا الشخص يدمر صناعة السينما في مصر. الناس أكيد متوقعة أنا أقول مين، بس مش هو. مين هو؟ لا، اللي بيدمر صناعة السينما في مصر المنتج الغير فاهم والغير واعي واللي داخل عشان يكسبه بس. إنما لا محمد السبكي ولا أحمد السبكي، الاتنين دول مدمروش صناعة السينما في مصر. الاتنين دول وأنا بقولها بعلو صوتي هم اللي أنقذوا السينما في مصر باستمرارهم بالإنتاج وب طبعا تقديم الأعمال. كبرى شركات الإنتاج في مصر انسحبت من السوق، ودول اللي فضلوا ينتجوا لوحدهم، ولولاهم ما كانش هيبقى عندنا ولا فيلم في السنة. وجودهم برضو دلوقتي مين في شجع منتج اليوم باله بس بالفلوس؟ ما في غير السبكي يعني اكتر شيء عم ينشو افلام، مين في غيره؟ لا، في منتجين كتير اساميهم مش معروفة بس بيبقى هدفهم الربح. بيجيب اي تركيبة شباب ويكلف الفيلم اي حاجة عشان يكسب هو اضعاف. انما ما فيش منتج بتاع زمان اللي هو بيعمل الفن وبيقدم رواية حلوة او بيقدم فيلم جميل، ما فيش ده دلوقتي. اخذت موقف من السبكي بوقت من الأوقات؟ بعد فيلم الفيل في المنديل، بعد اللي حصل، حوار اللي تحدثنا، وقعدنا متخصمين لمدة سنتين تقريبا، وهو اللي اتصل بيا وطلب ان احنا نرجع اصدقاء تاني، والمفروض ان هيبقى في مشاريع بيننا ان شاء الله. يعني اصدقاء مع اعمال، يعني اصدقاء مع اعمال. بالارقام هي المحطة التالية، الاجابات رح بيكونوا فقط بالارقام.